بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ميسرة من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. وبعد، نتابع أيها الأحبة الكرام مع مصحف القراءات العشر من طريق طيبة النشر، ومع الجزء 13، قوله تبارك وتعالى: حيث يشاء. ابن كثير بالنون والباقون بالياء. الشاهد: حيث يشاء نون دنا، حيث يشاء نون دنا. قوله تعالى: لفتيانه. حفص وحمزة الكسائي وخلف بنون مكسورة وألف قبلها، والباقون لفتيته بالتاء دون ألف. الشاهد: فتيان في فتيته حفظا حافظا صحب، فتيان في فتيته حفظا حافظا صحب. قوله تعالى: نكتل. حمزة الكسائي وخلف بالياء والباقون بالنون. ويا نكتل شفا، ويا نكتل شفا، ويا نكتل شفا. شفا أي حمزة والكسائي وخلف. من الأصول قوله تعالى: نفسي إن ربي إن، فتح الياء نافع أبو جعفر وأبو عمرو. الملك ائتوني سبق، أستخلصه عليه صلة الهاء لابن كثير. الأخرة: خير منكرون غفور رحيم. المحسنين فإن لم ونحو ذلك واضح. وجاء إخوته نافع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو ورويس بتسهيل الهمزة الثانية. بالسوء إلا، مثل من النساء إلا. وزاد قولون والبزي الإضغام. الشاهد: أسقط لولا في اتفاق زن، أسقط لولا في اتفاق زن، أسقط لولا في اتفاق زن. غدا خلفهما حز وبفتح بن هدى، غدا خلفهما حز وبفتح بن هدى. وسهل في الكسر والضم وفي، بالسوء والنبي لإضغام اصطفي. وسهل الأخرى رويس قنبل ورش وثامن وقيل تبدل مدى زكى جودا. قوله تعالى: قال ائتوني ورش وأبو عمرو بخلفي وأبو جعفر بإبدال الهمزة ألفا وحمزة وقفان كذلك. وأما ابتداء بها فتبدل ياء بعد همزة وصل مكسورة لجميع القراء، والأزرق ثلاثة مد البدل بخلفي. قوله تعالى: أني أوفي، فتح يا أني نافع وأبو جعفر بخلفي. أني أوفي. الشاهد: وعند ضم الهمز عشر فافتحا مدى، وأني أوفي بالخلف ثمن. وعند ضم الهمز عشر فافتحا مدى، وأني أوفي بالخلف ثمن. قوله تعالى: فلا كيل. مد التبرئة لحمزة بخلفي، مد التبرئة فلا كيل. فأقربون يعقوب بإثبات الياء مطلقة. فأقربوني أبيهم يعقوب بضم الهاء أبيهم. المدغم الكبير: ليوسف في، نصيب برحمتنا يوسف فدخلوا، كيل لكم. وقال لفتيته لأبي عمرو يعقوب بخلفهما. الممال: وجاء ابن ذكوان وحمزة وخلف الدجوني بخلفه. قوله تبارك وتعالى: حفظ أو حافظ. حفص وحمزة الكسائي وخلف بفتح الحاء وكسر الفاء وألف قبلها، والباقون بكسر الحاء وسكون الفاء دون ألف. الشاهد: حفظا حافظا صحب، حفظا حافظا صحب أي مرموز، صحب حفص وحمزة والكسائي وخلف. قوله تبارك وتعالى: وهو قالون أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بسكون الهاء، وهو والباقون بضمها. قوله تعالى: أنا أخوك نافع وأبو جعفر بإثبات الألف مطلقا، أنا أخوك، والباقون بحذفها وصلا. الشاهد: أمددا أنا بضم الهمز أو فتح مدى، أمددا أنا بضم الهمز أو فتح مدى، أمددا أنا بضم الهمز أو فتح مدى. من الأصول قوله تعالى: عليه أخيه أخاه ونحو صلة الهاء لابن كثير. خير ونمير يسير. رقق الأزرق الراء بخلفه. إليهم حمزة ويعقوب بضم الهاء إليهم. قوله تعالى: تؤتوني، الإبدال واضح تؤتوني. وأثبت الياء أبو عمرو وأبو جعفر وصلا، تؤتوني وصلا. وابن كثير ويعقوب مطلقا. الشاهد: تؤتوني ثوب حقا، تؤتوني ثوب حقا، تؤتوني ثوب حقا. قوله تعالى: يا بني. يقف يعقوب بهاء سكت بخلفه. يا بني. قوله تعالى: إني أنا، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو. إني أنا. المدغم الكبير: ذلك كيل، ذلك كيل، ذلك كيل.
قال لن قال لن لأبي عمرو ويعقوب بخلفهما المال قضاها آوى حمزة الكسائي وخلفه قلال الأزرق بخلفه الناس دور أبي عمرو بخلفه فهو سبق نرفع من نشاء يعقوب بالياء والبكون بالنون الشاهد وياء يرفع من يشاء ظل وياء يرفع من يشاء ظل والظاء هي رمز ليعقوب كما هو معلوم يعني وياء يرفع من يشاء ظل فيعقوب يقرأ بالياء يرفع من يشاء أما الباقون بالنون قوله تعالى درجات الكوفيون بالتنوين درجات والباقون بتركه الشاهد ودرجات نونا ودرجات نونوا كفى معا ودرجات نونوا كفى معا أي مرموز كفى الكوفيون قرأوا هكذا قوله تبارك وتعالى مؤذن هذا من الأصول أبدل الأزرق وأبو جعفر المطلقة وحمزة وقفا مؤذن قوله تعالى أو الشاهد والفاء من نحو يؤدي أبدل والفاء من نحو يؤدي أبدل جذ ثق يؤيد خذ ويبدل للأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن والفاء من نحو يؤدي أبدل جذ ثق يؤيد خذ ويبدل الأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن والفاء من نحو يؤدي أبدل جذ ثق يؤيد خذ ويبدل للأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن قوله تعالى العير كبيرة ونحو رقق الأزرق الراء بخلفه العير كبيرة قوله تعالى عليهم حمزة ويعقوب بضم الهاء عليهم جئنا أبدل أبو عمرو بخلفه وأبو جعفر المطلقة وحمزة وقفا جينا قوله تعالى وعاء أخيه الكوفيون وابن عامر وروح بالتحقيق والباقون بإبدال الهمزة الثانية ياء وعاء أخيه ويقف حمزة بتحقيق وإبدال وعاء أخيه وعاء أخيه المدغم الصغير قوله تعالى فقد سرق أي فقص سرق هذا بالإدغام لأبي عمرو وهشام وحمزة الكسائي وخلف المدغم الكبير نفقد صواع كذلك كدنا يوسف في أعلم بما هذا كله بالإدغام هكذا نفقص صواع كذلك كدنا يوسف في أعلم بما هكذا لأبي عمرو ويعقوب بخلفهما الممال جاء جيء ابن زكوان وحمزة وخلف الدجون بخلفه عن هشام قوله تعالى نراك أبو عمرو وحمزة الكسائي وخلف والسوري بخلفه وقلل الأزرق وهو فهو قالون وأبو عمرو وأبو جعفر والكسائي بسكون الهاء والباقون بضمها من الأصول قوله تعالى استيأسوا وبابه البزي من طريق أبي الربيع بفتح الياء وإبدال الهمزة ألفا وتقديمها على الياء والباقون بسكون الياء وفتح الهمزة وتأخيرها بعد الياء وبه قرأ أبو ربيعة في الوجه الآخر والأزرق توسط وإشباع وسكوت مد اللين ولحمزة وصلا وابن ذكوان وحفص وإدريس سكت وعدمه ويقف حمزة بنقل وإدغام الشاهد وباب ييأس يقلب بدل خلف وهب وأزرق وحرفي اللين قبيل همزة قبيل همزتي عنهم دودا ووسطا بكلمتي وإن يحرك عن سكون فانقولي والبعض في الأصل أيضا أدغما وينظر باب السكت على الساكن قبل الهمز قوله تعالى كبيرهم خير ونحو رقق الأزرق الراء بخلفه وراء والعير بلا خلاف قوله تعالى لأبي أو فتح اليأين نافع أبو جعفر وأبو عمرو وفقهم بكسر في أبي الشاهد ولي يوسف إني أولاها حللي مدى وباقي الباب حرم حملة قوله تعالى واسأل ابن كثير والكسائي وخلف عن نفسه بالنقل مطلقة وسكت حمزة وصلا وابن زكوان وحفص بخلفهم ويقف حمزة بالنقل الشاهد وانقل مدى ردا
وانقل مدى رذا وسل روى دم كيف جاء، وينظر باب السكت على الساكن قبل الهمز. يا أسفة لرويس الوقف بالهاء مع مد الألف مد مشبعا مدا مشبعا وعدم الهاء. الشاهد وأسفة وثم غر خلفا، وأسفة وثم غر خلفا. قوله تعالى وحزني إلى، فتح الياء نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر. الشاهد وباقي الباب إلى ثنى حلي وفاق في حزني وتوفيقي كلا. المدغم الصغير بل سولت، بس سولت حمزة الكسائي وهشام بخلفه عن بخلف عن الدجون. المدغم الكبير يوسف فلن يأذن لي إنه هو وأعلم من وأعلم منا بخلف عن أبي عمرو ويعقوب. الممال وتولى حمزة الكسائي وخلف وقلل الأزرق بخلفه. عسى وقفا أسفا حمزة الكسائي وخلف وقلل الأزرق والدوري والبصري بخلفهما. الشاهد أمن ذوات الياء في الكل شفا، أمن ذوات الياء في الكل شفا وقلل الراء ورؤوس الآي جف وما به هاء غير ذي الراء يختلف مع ذات ياء. يا حسرة الخلف طوى قيل متى بلى عسى وأسف عنه نقل. قوله تعالى وهو سبق يا بني الكافرون المتصدقين ونحو يقف يعقوب بهاء سكت بخلفه. يا بني الكافرون المتصدقين. قوله تعالى ولا تيأسوا ييأس أبو ربيع عن البز بخلفه بفتح الياء وأبدل الهمزة ألفا وتقديمها على الياء والباقون بفتح الهمزة وسكون الياء وتقديمها للأزرق توسط وللأزرق توسط وإشباع وسكوت مد اللين ولحمزة وصلا وابن ذكوان وحفص وإدريس سكت وعدمه ويقف حمزة بنقل وإدغام. الشاهد وباب ييأس قلبي وباب ييأس قلبي يبدلي خلف هب وأزرق وحرفي اللين قبيل همزة عنهم دودان ووسطا بك كلمتي وإن يحرك عن سكون فانقلي فانقل والبعض في الأصل أيضا أدغما وينظر باب السكت على الساكن قبل الهمز. الكافرون يغفر بصيرة العير ركاك الأزرق الراء بخلفي وجئنا أبدل أبو عمرو بخلفي وأبو جعفر المطلق وحمزة وقفا. قالوا أئنك ابن كثير أبو جعفر بهمزة واحدة مكسورة والباقون بالاستفهام بهمزتين وسهل الثانية نافع وأبو عمرو ورويس وحققها الباقون وأدخال قالون وأبو عمرو وهشام بخلفي. الشاهد أخبر ودين ثنى إنك لأنت يوسف. قوله تعالى يتقي أثبت الياء في الحالين ابن مجاهد عن قنبل. الشاهد يتقي يوسف زين خلفا. قوله تعالى لخاطئين أبو جعفر بحذف الهمزة والأزرق ثلاثة ومد البدل ويقف حمزة بتسهيل وحذف لا تثريب مد التبرئة لحمزة بخلفية ومقداره التوسط. قوله تعالى فصلت غلظة الأزرق اللام تفن ندون يعقوب بإثبات الياء مطلقة. المدغم الكبير قال لا بخلفا عن أبي عمرو ويعقوب. الممال مزجى حمزة الكسائي وخلف ابن زكوان بخلفه وقلل الأزرق وفتح الباقون. الشاهد أمن ذوات الياء في الكل شفا ومتصف مزجى يلقاه يلقاه أتى أمر اختلف وقلل الراء ورؤوس الآي جف وما به ها غير ذي الراء يختلف مع ذات ياء. قوله تعالى يا أبتي ابن عمرو وأبو جعفر بفتح التاء والباقون بكسرها ويقف ابن عمرو وأبو جعفر وابن كثير ويعقوب بالهاء والباقون بالتاء. يا أبت افتح حيث جاء كم فطع يا أبه دم كم ثوى من الأصول بصيرة ركاك الأزرق الراء بخلف إني أعلم فتح الياء نافع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو خاطئين أبو جعفر بحذف الهمزة مطلقا والأزرق بثلاثة مد البدل ويقف حمزته بتسهيل وحذف ربي إنه بإذ فتح الياء نافع وأبو جعفر وأبو عمرو شاء الله آمنين يقف حمزته بتحقيق وإبدال الهمزة واوا ويقف يعقوب بهاء سكت بخلفه. إخوتي إن فتح الياء الأزرق وأبو جعفر والشاهد وإخوتي ثق جد. قوله تعالى رؤياي أبدال الأصبهاني وأبو عمرو بخلفه وأدغم أبو جعفر ويقف بها حمزة فاطرة والآخرة واضح يشاء إنه نافع ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو ورويس بتسهيل وإبدال الهمزة الثانية واوا والباقون بالتحقيق لديهم حمزة ويعقوب بضم الهاء
المدغم الصغير استغفر لنا السوسي والدوري بخلفه، قد جعلها أبو عمرو وهشام وحمزة الكسائي، وخلف المدغم الكبير أعلم من استغفر لكم تأويل رؤياي إنه هو والآخرة توفني بخلف عن أبي عمرو ويعقوب الممال، جاء شاء حمزة وخلف وابن زكوان والدجوني بخلفه، ألقى آوى حمزة الكسائي وخلف وقلال الأزرق بخلفه، رؤياي الكسائي والشطي عن إدريس عن خلف اختياري وقدر الأزرق أبو عمرو بخلفهما، الشاهد رؤياي مع الرؤيا روى وقل للروى رؤوس الأيجف ورؤوس الأيجف يختلف مع ذات ياء مع أراكهم ورد وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلف وقال وخلف إدريس برؤيا لا بأل، الدنيا حمزة الكسائي وخلف الدوري بخلفه وقدر الأزرق أبو عمرو بخلفهما، الناس دوري أبو عمرو بخلفه، قوله تعالى نوحي حفص بالنون وكسر الحاء والباقون بالياء وفتح الحاء، الشاهد وفي يوحى إليه النون والحاء أكسرا صحب ومع إليهم الكل عرى، تعقلون نافع أبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء والباقون بالياء، الشاهد لا يعقلون خاطب وتحت عن ظفر يوسف شعبة وهم، وقوله تعالى كذبوا الكوفيون وأبو جعفر بتخفيف الذال والباقون بتشديدها، الشاهد وكذبوا الخف ثنى شفا نوى، قوله تعالى فنجي ابن عامر وعاصم ويعقوب بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء والباقون بنونين مع سكون الثانية وتخفيف الجيم وسكون الياء، الشاهد ننجي فكل نجي نلظل كوا، قوله تعالى تصديق إشمام الصد لحمزة الكسائي وخلف الرئيس بخلفه والباقون بالصد وتقدم نظيره، الشاهد والصاد كزاي وباب أصدق شفا والخلف غر، من الأصول قوله تبارك وتعالى تسألهم سكت عدمه واضح، قوله تعالى ذكر يسير خير عبرة ركاك الأزرق الراء بخلفه، قوله تعالى وكأي ابن كثير بألف وهمزة مكسورة مكان الياء وأبو جعفر كذلك لكن مع تسهيل الهمزة مع مد وقصر والباقون بهمزة مفتوحة وياء مكسورة مشددة ويقف أبو عمرو ويعقوب على الياء، الشاهد كائن في كأي ثل دم وعنه سهيل اطمأن وفي كائن وإسرائيل ثبت كأي النون وبالياء حما والمد أولى، قوله تعالى أفأمنوا الأصبح بتسهيل الهمزة الثانية سبيلي أدعو فتح الياء نافع أبو جعفر ومدى يبلوني سبيلي، قوله تعالى بصيرة إليهم الآخرة يديه شيء نحو ذلك واضح، قوله تعالى استيأس سبق توضيحه بأسنا أبدل أبو عمرو بخلفه أبو جعفر مطلقة وحمزة وقفا الممال وهدى وقفا يوحى حمزة الكسائي وخلف وقلال الأزرق بخلفه، قوله تعالى القرى يفترى أبو عمرو وحمزة الكسائي وخلف والصور بخلفه وقلل الأزرق، قوله تعالى جاءهم ابن زكوان وحمزة وخلف الدجوني بخلفه، سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را سكت أبو جعفر على حروفه وهو قالون أبو عمرو الكسائي وأبو جعفر بسكون الهاء والباقون بضمها، يغشي يعقوب وشعبة وحمزة الكسائي وخلف بتشديد الشين وفتح الغين والباقون بتخفيف الشين وسكون الغين، الشاهد يغشي مع شدد ظما صحبته، قوله تعالى وزرع ونخيل صنوان وغيره حفص وابن كسر أبو عمرو وعقوب رفعهما والباقون بخفضهما، زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق ارفعه، زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق ارفعه، قوله تعالى يسقى ابن عمرو ويعاصم ويعقوب بالياء والباقون بالتاء، الشاهد يسقى كما نصر ظعن، قوله تعالى ونفضل حمزة الكسائي وخلف بالياء والباقون بالنون، الشاهد نفضل الياء شفا الأكولي نافع ابن كثير بسكون الكاف والباقون بضمها، الشاهد سكن ضم والأكل أكل إذنا، قوله تعالى يدبره متجاورات وغيره ركاك الأزرق الراء واختلف عنه في المضمومة، إذا ابن عامر وأبو جعفر بهمزة واحدة والباقون بالزفام وعهم على أصولهم، إن نافع والكسائي وعقوب بالإخبار بهمزة واحدة والباقون بالزفام وهم على أصولهم، فنافع ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر والرئيس بتسهيل الهمزة الثانية حال الاستفهام والباقون بتحقيقها، وأدخل قالون أبو عمرو وأبو جعفر وهشام بخلفه، الشاهد ثانيهما سهل غنى حرم حلا وأخبر بنحو أئذا أئنا كرر أوله ثبت
كما الثاني رضي إذ ظهروا، والمد قبل الفتح والكسر حجر بن ثقله الخلف. المدغم الصغير تعجب فعجب، الكسائي أبو عمرو واختلف عن هشام وخلاد. الشاهد إدغام باء الجزم في الفال قال خلفهما رمحز. المدغم الكبير الثمرات جعل بخلفا عن أبي عمرو ويعقوب. الممال ألف لام ميم را، أمال الراء أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة الكسائي وخلف وقال لهما الأزرق الناس. الدور البصري بخلف مسمى وقفا استوى تسقى حمزة الكسائي وخلف وقال الأزرق بخلفه. النار أبو عمرو ودور الكسائي والسوري بخلفه وقلل الأزرق وهو سبق. قوله تبارك وتعالى وهو سبق من الأصول قبلهم المثلات. أبو عمرو ويعقوب بكسر الهاء والميم، وحمزة والكسائي وخلف بضمهما، والباقون بكسر الهاء وضم الميم، ويقف الجميع بكسر الهاء وسكون الميم. قوله تعالى مغفرة للناس عليه من ربه منذر شيء يديه. هذه الكلمات واضح أي سبق بيانه. قوله تبارك وتعالى هاد وال، يقف ابن كثير بإثبات الياء هادي والي. الشاهد وقف بهاد باقي بالياء لمك مع وال وواقي. قوله تبارك وتعالى المتعال أثبت الياء ابن كثير ويعقوب مطلقا. الشاهد وكل روس الآي ظل وافق والمتعالد. قوله تعالى من خلفه من خيفته إخفاء لأبي جعفر. الكبير يغير هذه الكلمات رقق الأزرق الراء فيها بخلفه. قوله تعالى فلا مرد مد التبرئة لحمزة بخلفه ومقدار التوسط. فلا مرد المدغم الكبير يعلم ما بالنهار له، يعني الإدغام يعلم ما بالنهار له بالنهار له فيصيب بها فيصيب بها المحال له المحال له. هذا لأبو عمرو ويعقوب بخلفهما. الممال للناس دور أبي عمرو بخلفه للنيس بمقدار بالنهار أبو عمرو ودور الكسائي والسوري بخلفه وقال لا الأزرق، ويقف السوسي بالإمالة والفتح والتقليل بروم، وكذا نظيره في كل القرآن وله فتح وإمالة الثاني حال إدغامي. قوله تعالى أنثى حمزة الكسائي وخلف وقلل الأزرق أبو عمرو بخلفهما. تستوي الظلمات شعبة وحمزة والكسائي وخلف بالياء والباقون بالتاء. يستوي الظلمات الشاهد وأمهل يستوي شفا صدو، وأمهل يستوي شفا صدو وهو سبق. قوله تعالى يوقدون حفص وحمزة والكسائي وخلف بالياء والباقون بالتاء توقدون. الشاهد ويوقد صحب ويوقد صحب وصحب ورمز الحفص وحمزة والكسائي وخلف. من الأصول قوله تبارك وتعالى كفي فاه عليه ونحو صلة الهاء لابن كثير كفيه فاه عليه. قوله تعالى والبصير عليهم شيء ونحوه واضح. قوله تعالى الأمثال يقف حمزته بنقل وسكت على السكت في نظيره ونقل وتحقيق ونقل وتحقيق على عدم سكت في نظيره، ومنع ابن الجزري الوقف بعد سكت مع التحقيق. قوله تعالى لربهم الحسنى سبق النظير ومأواهم. أبدل الهمزة الأصبهاني وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر مطلقا وحمزة وقفا وافقهم الأزرق في إبدال وبئس وبيس. المدغم الصغير قوله تعالى أفاتخذتم أظهر الذال ابن كثير وحفص ورئيس بخلفه وأبو الطيب وابن مقسم بالإدغام والنخاس بخلفه والجوهري بالإظهار. هل تستوي هشام بخلفه يعني إدغام اللام في التاء. هل تستوي الشاهد عن هشام غير نص يدغم عن جلهم لا حرف رعد في الأثم. المدغم الكبير قوله تبارك وتعالى خالق كل الأمثال للذين لأبي عمرو ويعقوب بخلفهما. الممال الكافرين الكافرين أبو عمرو والدوري والصوري بخلفه ورويس وقلل الأزرق. النار أبو عمرو والدوري والصوري بخلفه وقلل الأزرق. قوله تعالى الحسنى الأعمى ومأواهم حمزة الكسائي وخلف وقلل الأزرق بخلفه وقلل أبو عمرو الحسنى بخلفه. وبذلك تم
الحزب الأول من الجزء 13، ولله الحمد والمنة.